معالي أصحاب الفضيلة الأخوات والأخوة، أرحب بكم في هذه الجلسة الأخيرة في هذا اليوم الطويل، وأتمنى يعني أن تصبروا أنفسكم معنا، لأن هذه الجلسة تحمل طابع خاص، فيها نخبة من المتحدثين يعالجون موضوعاً ذو طبيعة خاصة. ابتداءً أتوجه بالشكر مع تحية تقدير خاصة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، راعي هذا المؤتمر، رجل المرحلة، قائد مصر والعرب في هذه الفترة الحرجة. نحن أيها الإخوة والأخوات في لحظة فارقة من تاريخنا، الأمم الآن تتصارع صراع الأفكار، والحروب في حقيقتها حروب فكرية، واليوم أنتم بهذا الطرح في ظل ريادة وقيادة معالي الأستاذ الدكتور الأخ العزيز محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نطرح ونناقش أمرا في غاية الأهمية، يمثل لحظة فارقة في صناعة ثقافة جديدة، ثقافة تؤسس لمشروع حضاري للعرب وللمسلمين، ثقافة تؤسس لخارطة طريق تقودها مصر الآن لبناء على بناء دولة يتحقق فيها الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. من الموافقات الطيبة أن يوم السبت رأى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر الشباب، وتحدث ليس إلى الشباب الذين اجتمع بهم بل إلى العالم بعقل مفتوح وبخطاب شفاف وبأريحية، لامس خطابه القلوب والعقول، وأول من تلقى هذا الخطاب وتفاعل معه معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة في ريادته بهذا الطرح الذي نعيشه نحن. هذا المؤتمر يحمل عنوان ويتضمن بحوث ودراسات قد تكون أو قد يكون الحديث عنها قبل 10 أو 20 سنة من المحرمات، بل من الأمور التي قد تخرج الإنسان من الملة، ولكن هذه الأمة مرت بمخاض. قادت مصر سفينة النجاة فيه بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمثل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. نحن أيها الإخوة والأخوات معركتنا الفكرية هي من أهم المعارك وأولى المعارك، ومعركتنا في استرجاع ديننا المختطف هي في مقدمة أولوياتنا.